لسه النتيجة في الملعب. تمس لأسوان من اللاعب أحمد دحروج. لسه أحمد دحروج الباك الشمال. راح اليمين عشان يلعب التماس زي الركنية عالية وقوية داخل منطقة جزاء الداخلية. عالية خطيرة ابن الرصي والهدف جول. يه 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 يا الله يا الله يا الله. جول التعادل 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 القاتل في الوقت القاتل من نهاية المباراة. الرأسية الرأسية الذهبية وهدف التعادل لتماسيح النيل. نادي أسوان يخطف التعادل في الوقت القاتل من نهاية المباراة في الدقيقة الرابعة بلس 90. التماس زي الركنية غير عادية ثم الرأسية. الله 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 عليك يا ولد الله عليك يا ولد. المدافع مصطفى عبد الرسول مصطفى عبد الرسول يخطف مشاهدينا هدف التعادل في الدقيقة 94 من نهاية المباراة. التعادل الإيجابي 2-2. قلت لكم لسه النتيجة في الملعب.